أريد أن أبدأ مع حسام دياب مراسلنا في إيران. نريد أن نقف معك حتى يتابع الناس الذي يحدث. أين وصلت الأمور بالضبط؟ هل تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى مكان الطائرة أم لا؟ بداية، ما يزال الأمر متوقفا عند التصريحات التي أطلقها رئيس اللجنة الخاصة بالهلال الأحمر الإيراني والمسؤولة عن عمليات الإنقاذ التي بدأت منذ نحو 7 ساعات للبحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي سقطت في منطقة جلفة في محافظة أذربيجان الشرقية. قال في هذه التصريحات بأنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية أو حتى محلية غير رسمية عن العثور على حطام لهذه الطائرات أو أشلاء لها، وأن عمليات البحث ما تزال مستمرة عن قرب، وأن الظروف الجوية في تلك المناطق المرتفعة سيئة للغاية، وأن عمليات البحث تتم بالسير على الأقدام عبر 3 فرق وصلت من أصل 5 فرق خاصة وصلت إلى تلك المناطق المرتفعة. هذا ما يزال يفتح باب الأمل مفتوحا هنا إن صح التعبير حول إمكانية العثور على الطائرة التي يبدو بأنه بدأت هناك تحركات على المستوى الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة على ما يبدو لتشغيل منظومة الأقمار الصناعية الخاصة للبحث عن هذه الطائرة أو المروحية من نوع بال، وهي أمريكية الصنع والتي سقطت في تلك المنطقة. ما يزال كما قلنا باب الأمل مفتوح لدى الجانب الإيراني مع استمرار في ضخ الأخبار بشكل متسارع وتقارب في الآراء والمعلومات الواردة في هذه الأخبار، وكأن هناك جهة أو جهات مختصة تقوم بتسريب هذه المعلومات بالتدريج لوسائل الإعلام الإيرانية رغم كثرتها. رأينا منذ عدة ساعات ومنذ أن خرج الخبر الأول والذي خلق نوعا من الاضطراب ربما هنا في الداخل وعلى مستوى الإعلام الخارجي عندما قيل بأن الرئيس الإيراني ترجل من الطائرة قبل ساعات وتم نقله برا إلى تبريز، تم إزالة هذا الخبر سريعا من وسائل الإعلام الإيرانية لإزالة حالة اللبس التي تعرضت لها هنا وسائل الإعلام الإيرانية، وكثر الحديث حينها عن إمكانية وجود الرئيس الإيراني بصحة وبخير، وبأنه لماذا لم يتم خروج تصريح منه أو من أحد مرافقيه حتى الآن، وعاد السياق سياق المعلومات للسير بشكله الطبيعي. بدأ عمليات الإنقاذ والبحث عن الطائرة، توافد فرق الإنقاذ وفرق الطوارئ وأيضا فرق الشرطة من عدة وحدات لمحاصرة تلك المنطقة ومنع الأهالي أهالي منطقة جلفة والمناطق المحيطة بها من الذهاب نحو تلك المنطقة لمنع وجود حالة من الازدحام ربما في تلك المناطق نظرا لخطورة المسألة ولسوء الأحوال الجوية المستمرة منذ نحو أسبوع في مختلف المناطق الإيرانية وتحديدا في منطقة أذربيجان الشرقية المرتفعة والتي تحظى بمرتفعات عالية جدا وبدرجات حرارة منخفضة. منذ ساعات تقريبا حل الظلام في تلك المنطقة وبدأت الأمطار بالهطول رغم انزياح حالة الضباب، لكن هناك صعوبات لدى فرق الإنقاذ على ما يبدو بالوصول لتلك المنطقة مع وجود كما قلنا تسريب بطيء في المعلومات لوسائل الإعلام الإيرانية، والمصدر الرئيسي الذي يمكن الاعتماد عليه حصرا في هذه الساعات الحساسة هو ما يتم أو ما يخرج عن فرق الهلال الأحمر الإيراني التي قيل خلال الساعة الماضية بأنه تم فقدان التواصل مع بعض منها. أيضا جرى تكذيب هذا الخبر من قبل غرفة العمليات الخاصة بالهلال الأحمر، وما تزال عمليات البحث مستمرة. بالتزامن مع عمليات البحث خرجت العديد من التصريحات من قبل مسؤولين إيرانيين على رأسهم المرشد الإيراني الذي طمأن أو قدم نعم يعني حتى تكون الأمور واضحة حتى الآن رسميا السلطات الإيرانية لا تعرف بدقة مصير الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومن كان معهما على متن المروحية.
حتى الآن نعم كما قلنا لا يوجد أي معلومات دقيقة حول مصير هذه الطائرة. تم تحديد المنطقة بالفعل وتحديد ثلاث نقاط للعمل عليها بدقة من قبل فرق الإنقاذ، فرق الهلال الأحمر وفرق الطوارئ التي وصلت إلى تلك المنطقة مع الكلاب البوليسية للبحث عن قرب. كما قلنا سوء الأحوال الجوية يحول على ما يبدو دون وصول تلك الفرق لتلك المناطق، ويتم أو ترصد وسائل الإعلام بشكل متسارع ما يجري وتعتمد بشكل أولي على معلومات الهلال الأحمر الذي على ما يبدو ما يزال على تواصل مع فرقه المتواجدة في تلك المنطقة، لكن لا خروج لأي معلومات دقيقة حتى الآن.